سنصبر في الحصار، سنكسر الحصار، وستبقى هذه الراية، راية الحق والحرية والكرامة للمسجد الأقصى والقدس المباركة، تتناقلها أجيالنا حتى نرفعها في سماء القدس والمسجد الأقصى. نعم، قد نحاصر لدرجة أن يضيق علينا الحصار، أن يكثر المحاصرون، أن يكثر المحاصرون من كل الجهات، وقد يكون المحاصر يتكلم اللغة العبرية، وقد يكون المحاصر يتكلم اللغة العربية، وقد يكون المحاصر يتكلم الإنجليزي والطلياني والسنسكريتي، أمع ذلك اصبروا وقد يضيق الحصار حتى نكون كالإناء صحن الطعام بين أكلا جائعون متوحشون لا يشبعون. ويلهم 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 من الله، من حرمة دماء أطفالنا، ومن حرمة أعراض نسائنا، ومن حرمة وجع مرضانا، ومن حرمة شابة شيوخنا وشابة عجائزنا. كيف سولت لهم أنفسهم أن يحاصروا كل ذلك؟ مع ذلك سنصبر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا: فيحاطون من الظالمين من كل مكان. مع ذلك أبشروا 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 أبشروا. مع ذلك يقول لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إذا كان رباط يوم في سبيل الله في أي بقعة من الأرض خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالرباط في القدس وفي المسجد الأقصى وفي أكنافهما؟ إذا كان يوم رباط في وجه محتل أو مستعمر أو ظالم أو مفسد خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالرباط في وجه الاحتلال الإسرائيلي؟ أبشروا أبشروا. قد نتألم، نعم، قد نتوجع، نعم، ولكن أبشروا أبشروا. عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا جيدا اسمعوا جيدا اسمعوا جيدا، ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. نرى اليوم ونعذر ولا نعاتب، لا نعذر، ولكن أقول سلفا: نرى اليوم من يهاجر إلى شرق الأرض أو إلى غربها، من يهاجر إلى أوروبا على شتى دولها، من يهاجر إلى أمريكا وكندا، من يهاجر إلى الصين وما حولها. يا الله دخيلك، نرى ذلك. سلفا قال لنا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، سلفا قال لنا ستكون هجرة بعد هجرة، قبل أن نرى المهاجر السوري، وقبل أن نرى المهاجر العراقي، وقبل أن نرى المهاجر اليمني، وقبل أن نرى المهاجر الليبي، المهاجر الفلسطيني.
والمهاجر الأفغاني. قبل أن نرى ذلك قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ستكون هجرة بعد هجرة، وقال لنا سلفا أمام هذا المشهد، أمام هذا المشهد، أمام السفن التي تغرق في البحر المتوسط، أمام أوروبا الرسمية، أمام أوروبا الرسمية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتدعي إلى جانب ذلك أنها رحيمة على المهاجرين من كل أمتنا المسلم وعالمنا العربي. أمام كل ذلك اسمعوا، اسمعوا يا ناس اسمعوا، أمام كل ذلك قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد من هجرة بعد هجرة، قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام فخيار أهل الأرض، فخيار أهل الأرض، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم هون، إنا باقون هون، إنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون حتى نلقى الله تعالى. نعيش على أرضنا سعداء، ندفن في أرضنا شهداء، إنا باقون. نعيش على أرضنا كرماء، ندفن في أرضنا أوفياء، إنا باقون. هون في وجه الاحتلال الإسرائيلي وزبانية الاحتلال الإسرائيلي، سواء تكلم عبري ولا عربي ولا إيدش، هون باقون حتى نلقى الله تعالى. مبشرين، مبشرين باقتراب زوال الاحتلال الإسرائيلي بإذن الله.